بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل اسرع واطعم صينية بطاطس في المجرة. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبخطوات بسيطة وبطعم ملوش مثيل. يلا مع بعض نسمي بالله كده على طول. اول حاجة جبنا البطاطس بتاعنا، قطعناها قشرناها وقطعناها كده زي ما احنا شايفين مع بعض، ترانشات سميكة شوية، وجبنا بقى فلفل اخضر وفلفل حامي. انا خدت حته من الفلفل الحامي دي ضربتها مع الطماطم، والفلفل البارد ده هقطعه مع البطاطس كده زي ما احنا شايفين، ترانشات كده فوق البطاطس، بيودي البطاطس في حته تانية خالص. لازم تحطي فلفل اخضر على البطاطس، لصينيه البطاطس بالفراخ بتبقى طعمها حلو وريحتها جايبه اخر المكان. وطبعا لازم الفلفل السبايسي عشان كده الاكله بتاعتنا تبقى مشطشطه وطعمها حلو ويفتح النفس. مش لازم تبقى يعني مولعه، ممكن تاخدي جزء كده من قرن الفلفل زي ما انا حطيت. جبت الفراخ بتاعتي بقى اللي انا غسلاها ونقعاها كويس جدا في خل وليمون وميه، وريحتها زي الفل. عندي حوالي 3 بصلات متوسطين كده، جبتهم قشرتهم كويس وغسلتهم وبشرتهم بالمبشرة. انا بحب ابشر البصل بتاع صينية البطاطس بالمبشرة، بيعملوا ترانشات رفيعة كده بتبقى حلوة. ونزلت بالبهارات بتاعتي، البهارات معلقة من الملح كبيرة ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والهيل البودر المحبش، وكمان الكزبرة البودر، وكمان نص معلقة من الكمون. مهم قوي الكمون في صينية البطاطس. نفرش بقى بعد ما دعكت البصل بتاعي بالبهارات دعكة كويسة جدا، ونزل عصرته كده مع البهارات. جبته بقى رشيته كده، فرشته فوق الصينية بالكامل وغطيت بيه الفراخ علشان تشرب منه بقى ومن البهارات الجميلة اللي انا حطيتها. في تركه كمان، وان انا بجيب فصين توم بقطعهم بالسكينه بترانشات كده ووزعهم على الصينيه بالكامل، بيدي تيست حلوه قوي ونكهه جميله لصينيه البطاطس. ترانشات زي ما هو كده. اخر حاجه بقى بنجيب الطماطم بتاعتي، لتر طماطم معصور ومتصفي من القشر كويس جدا، وصبيته كده على وش الصينيه وغطيت بالفراخ وكل المكونات اللي عندي. وهنزل بس بكوبايه صغيره كده من الميه في جناب الصينيه كده علشان دي تكفي التسويه بتاع الفراخ مع البطاطس. وحطيت بقى حوالي معلقتين 3 زيت كده، وهقفل الصينيه بتاعتي وعلى فرن متسخن، على احطها الاول على البوتاجاز تستوي من فوق. انا هسويها النهاردة على البوتاجاز، ولما بتستوي بالكامل بدخلها تحت الشواية بس تاخد لون. يعني احنا دلوقتي قفلنا صينية البطاطس بمنتهى السرعة، هنقفل بقى الفويل عليها كده واحطها فوق البوتاجاز من فوق تستوي تسوية كاملة زي ما قلنا قبل كده. اول ما تستوي هدخلها تحت الشواية بس تاخد اللون. ما شاء الله تبارك الرحمن، بعد ما دخلتها تحت الشواية اخدت اللون التحفة جدا ده، اللون الجلد المتقرمش والمحمر ده، بيدي نكهة حلوة وريحة جميلة كده لصينية البطاطس وانتي بتاكليها. ما شاء الله لونها تحفة زي ما احنا شايفين وريحتها جايبة اخر المكان. جربوا صينية البطاطس دي يا حبيبي، والله هتعجبكم جدا. البطاطس متماسكة والفراخ ما شاء الله شايفين تسويتها جميلة جدا، دايبة كده زي الزبدة، وفي نفس الوقت البطاطس ما تهرتش ولا دابت معانا، وطعمها مرمل كده وزي السكر، وريحة صينية البطاطس تحفة جدا. جربوها على طريقتي، أسرع صينية بطاطس. لو محتارة على أكلة قومي اعمليها، حطي كل حاجاتك على بعضها وعلى طول فوق البوتاجاز سويها، وتحت الشواية حمريها وقدميها لعيلتك بألف هنا وشفا، وربنا يحسن دايما ما بين إيديكي. وما تنسينيش من دعوة حلوة. وختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.